اخواتنا في الله بنحبك في النهارده جاي لي يا جماعه جاكيت مستورد لسه جالي ما هنش عليه ما فرجوش لاخواتي جاكيت بيتباع بره ب 1000 ونص وب 1200 جنيه وب 1300 جنيه طالع لاخواتي جاكيت مستورد انتظر معايا هوريك الجاكيت دلوقتي. بص يا باشا انا كنت ناوي اجيب ميزانه للجاكيت ده من تقل الجاكيت جاكيت معاك ما شاء الله يا باشا 9 كيلو اتفرج يا باشا كده على اللقطات المستورده من اخوك ابو هريدي باين تفاصيل الحته بالله عليك واحده واحده. طبعا هنخش جوه الجاكيت هنعمله ايه؟ هنخش جوه الجاكيت هنعمله يا باشا. هوريك الجاكيت من جوه عامل ازاي يا باشا، التبطين معاك عامل ازاي يا باشا، اتفرج كده يا باشا على التقفيل والتبطين يا جماعه. ده جاكيت معاك 10 كيلو بضمان اخوك ابو هريدي جاكيت مستورد بيتباع بره ب 1200 جنيه و 1300 جنيه. الاسعار عندنا يا جماعه 775 جنيه، ادي اول لون منه يا عمنا. اتفرج يا باشا عشان موديلاته ياما والواناته ياما. ادي ثاني لون الزيت يا عمنا اهو، اتفرج كده يا عمنا ادي ثاني لون الزيت اهو، ثالث لون يا باشا البني المحروق. كل دي جواكت مستورده يا جماعه ما بتجيش غير بالجديد، كل ده من اخوك ابو هريدي بفضل الله. ادي ثالث لون، ادي رابع لون، وبقول لك في اخر الفيديو هات ميزانه ووزن عند اخوك ابو هريدي، مش هقول لك اكتر من كده. الجاكيت المستورده ب 1200 جنيه ببلاش عند اخوك ابو هريدي.